مساء الخير. إلى العناوين. المملكة تعقد قمة العشرين افتراضياً في موعدها برئاسة الملك سلمان. يا هلا يفتح ملف المستشفيات الخاصة، اطمئنان أم استنزاف؟ سعودية تروي ليا هلا تجربة عملها مع الشرطة الأمريكية. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة مع أخبار يا هلا. أعلنت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عقد قمة القادة لعام 2020 بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتعقد القمة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، حيث ستبنى على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعة العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت حتى الآن 100 اجتماع. وافق الملك سلمان بن عبد العزيز على إعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام، بما يعادل أجرة 3 أشهر. وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين من الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة تجاوز 50,000 منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين السعوديين على وظائف دائمة لدى منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية. وحددت الوزارة شروط الحصول على تصريح السفر: أن يكون مقدم الطلب موظفا لدى المنشأة بصفة دائمة، والعمل لدى المنشأة قبل جائحة كورونا وإغلاق المنافذ في المملكة، وعدم القدرة على مواصلة العمل عن بعد. وتابعت الوزارة أن شروط التقديم للعاملين السعوديين تشمل إصدار خطاب من المنشأة التي يعمل لديها مقدم الطلب، ومصادقة سفارة المملكة في بلد المنشأ أو سفارة بلد المنشأة في المملكة على خطاب المنشأة، والدخول على منصة أبشر للأفراد وإرفاق المستندات المطلوبة. أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي قراراً بتعيين الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيساً تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون. وقدم القصبي شكره وتقديره للأستاذ خالد الغامدي الذي سيستمر في العمل نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة. بالتوفيق للأستاذين محمد الحارثي وخالد الغامدي في مهمتهم. وبعد الفاصل يا هلا يفتح ملف المستشفيات الخاصة بحضور الأطباء السعوديين. حياكم الله مجددا في أهلا. في الأسبوع الفائت كان ضيفنا الدكتور علي بن معض الشهري، وتحدثنا معه عن المستشفيات الخاصة، الأجور في المستشفيات الخاصة. كان الحديث يعني ممتلئ بكثير من الجدل في آراء الدكتور علي التي تخص، وطرحنا أثناء الحلقة أنه من حق كل شخص أن يعلق. بس قبل ما نبدأ حوارنا أبغى أوضح كم نقطة. النقطة الأولى أن الحديث فيها لم يكن عن الطبيب السعودي تحديدا، ولا يقدح في الطبيب السعودي إطلاقا. نحن كنا نتحدث عن الأجور التي تطلب في المستشفيات الخاصة، والأطباء السعوديين كلهم محل تقدير واحترام. ثانيا، كل ما طرح في الحلقة كان يمثل وجهة نظر الدكتور علي الشهري التي اتفق معه مجموعة كبيرة واختلف معه مجموعة كبيرة، ومن حق كل المتفقين والمختلفين أن يبدوا وجهات نظرهم. ومن يتابع يا هلا يعرف أن هذا ديدن البرنامج باستمرار. ولذلك مع طلبات كثير من الأطباء لطرح وجهات نظرهم
نظرهم المختلفة عملنا هذه الحلقة بحضور مجموعة من الضيوف معي، سأرحب بهم جميعا وأعرفك عليهم وأعرفكم عليهم، ولكن خلونا عشان تكونوا معنا على الخط تماما نشوف هذا المقطع البسيط من أهم الآراء اللي طرحت في الحلقة السابقة، ونعود لاستقبال ضيوفنا وسماع وجهة نظرهم. في تجاوز كبير في الكشوفات، يعني أنا أعطيك مثلا في الكشوفات، الكشوفات تبدأ الآن عند الاستشاريين من 200 إلى 1000 ريال، بأي حق يأخذ استشاري على 5 دقائق كشف على مريض 1000 ريال، وهل ظروف الناس تسمح بالشيء هذا؟ هذا شيء منكر. طبيب النفسية يأخذ على جلسة 5 دقائق 400 ريال، هذه كلها أسعار واضحة غالية جدا، التكاليف على المرضى غالية جدا، والضحية في الأخير هو طب المريض الكاش. هناك خلل مشترك، في خلل من وزارة الصحة بأنها لم تضع حد واضح لأسعار الكشوفات وأسعار الفحوصات أسعار الأشعة العمليات، فالخطأ الأول يقع على وزارة الصحة، لأن كان المفترض أن يكون هناك حد أعلى وحد أدنى للكشوفات والعمليات والفحوصات الأشعة، يجب أن يكون هناك حد ومتابعة، يعني وضع الأسعار لا تكفي. الخطأ الثاني يقع على المستشفيات الخاصة، المستشفيات الخاصة الآن هو أهمها الربح. الآن المستشفى هو أهمها الربح، لا يعني العمل الإنساني أنتهى مع الأسف، عندنا ما في عمل إنساني، أصبح الهدف هو الكسب المادي. خبرتي في المستشفيات تجاوزت 30 سنة، ومن خبرتي في المستشفيات ما أتوقع أن ممكن يوصلون إلى 90% من يحاولون الكسب المادي أكثر مما عمل الإنسان. يا رجل 90% يحاولون الكسب المادي غير المشروع؟ نعم، يعني أقصد نعم إذا ما نسبة صادمة إذا جدا، إذا ما كان هناك رقابة، إذا ما أعرف وما يعرف الطبيب أن في لجنة طبية بتجي فجأة في أي وقت وتراجع الملف حق المريض وتراجع حالة المريض وتتأكد من سلامة التحاليل اللي عملت والإجراءات اللي تمت للمريض، فالباب مفتوح. يعني أنا أعطيك أنا كاستشاري أنف وأذن الحنجرة، أكثر من 100 ريال أنا أرى أنه مبالغ فيه كثير. هذا كان جزء من الحلقة السابقة اللي أشكر عليها الدكتور علي بن معيض الشهري، معي هنا في الاستوديو الدكتور سعود الجهني وهو استشاري طب وجراحة العيون. مساك الله بالخير دكتور وحياك الله معنا. مساك الله بالنور، الله يحفظك. أهلا بك. كما ينضم إلي الأستاذ الكاتب الرأي والناقد الصحفي المعروف الأستاذ محمد الحيدب، حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك يا حبيبي. وينضم إلي من استديوهاتنا في جدة الدكتور علي بن معيض الشهري، مساك الله بالخير دكتور وحياك الله معنا في أهلا. مساء النور، أهلا وسهلا، الله يحييكم جميعا. وينضم إلي عبر السكايب الدكتور حسن القرني وهو استشاري جراحة أورام النساء. دكتور حسن سمعنا صوتك وحياك الله معنا في أهلا. مساء الخير، وأنا آسف أني ما أقدر أكون معاكم هناك، ولكن ما حبيت الحقيقة خيب آمال سكاك الحلوة وجوف الزيتون، وهم تعودوا على زيارتي في وقت معين في كل شهر يعني. فأهلاً وسهلاً، حياكم الله. حياك الله وشرفتنا وشكراً لتجاوبكم على دعوة البرنامج. دكتور سعود أبدأ معك، كانت واضحة الآراء اللي عرضها الدكتور علي، يمكن كان أكثرها نسبة 90% اللي أثارت كثير من الجدل، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة يعني أنا ما جئت اليوم مدافعاً أو محامياً عن القطاع الخاص، ما جئت مدافعاً أو محامياً عن الأطباء، فالأطباء بأعمالهم أعمالهم أحق بأن تدافع عنهم، وما أثبتوه في هذه الأزمة خير دليل محلياً وعالمياً على من هو الطبيب السعودي. لم آتي اليوم لأحدد أسعار عمليات أو تكاليف أو أجور قد يفيد فيها من يمتلك المراكز والمستشفيات الخاصة. أنا أقول حقيقة أولاً الدكتور علي مع كل التقدير والاحترام له كرجل أكاديمي، كنا نتمنى من رجل أكاديمي يحمل معايير الدراسات والإحصاءات والتقييم العلم الصحيح حتى يخرج بنسبة صادمة كهذه. أنا لا أدافع عن القطاع الخاص، توجد مخالفات في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص، ولكني أقول ما هي المعايير التي استند عليها سعادة الدكتور والتي حقيقة أثارت ضجة في المجتمع، رقم واحد. رقم اثنين، عندما يتحدث الدكتور
عن بعض الأمور المادية. أنا أعتقد ما ذكره من ماديات، وأنا حقيقة كنت أتمنى أن يذكر لو كان العمل تطوعيا لكان خيرا من أن يقول 100 ريال. أنا لا أتحدث بالماديات، ولكن عندما يؤهل الطبيب بطريقة أذكرها الآن، أعتقد أدنى درجات العقل والمنطق والعقلانية تحدد ما هو الثمن الجهد الذي يقدم من قبل هذا الطبيب. كلمة إنسانية دائما للأسف يربط هذه الكلمة بالطب، هذا مصطلح ممتاز وهو مرتبط بالطب وبالأطباء، لكن يا أخي الكريم كون هذا المصطلح يرتبط بالطب هذا لا يعني أن الطبيب عندما يسترزق بالطريقة الحلال أن هذا يتنافى مع الإنسانية. 1-2 جميع الأعمال التي تقدم والخدمات للإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هي خدمة إنسانية. عامل النظافة مع كل الاحترام لهذه المهنة هي مهنة إنسانية، بل بالعكس بعض المهن الإنسانية قد تتسبب بكوارث أعظم مما تتسبب فيه مهنة الطب. قبطان السفينة، كابتن الطائرة، أحيانا الخطأ يدفع ثمنه آلاف أو عفوا المئات أو أحيانا العشرات من هذا. إذن كلمة إنسانية لا نتاجر بها، توضع في موضعها الصحيح. كل شيء يرتبط بالطب إنسانيا هذا صحيح، لكن هذا لا يعني عندما نأتي للمادة في أن يسترزق الطبيب بالطريقة الحلال النظامية أن يذكر أن هذا يتعارض مع الإنسانية. معلش إذا تسمح لي. 2 أنا وجهة نظري الشخصية بعدا عن الأرقام، المريض المرض قدر من الله عز وجل، ليس للإنسان في حول ولا قوة. هذا القدر يجب أن يعالج بدون ما يتكلف الإنسان على وجه المعمورة بريال واحد، هذا رأيي الشخصي حقيقة. 3 يظل معلش المريض أولا، لولا وجود المريض والمرض لما وجدت مهنة الطب. إذن المريض ثم المريض ثم المريض. أي علاقة تفسد بين الطبيب والمريض هذه علاقة، أو أي سبب هذا السبب حقيقة يجب أن يناقش. عندما نتكلم عن الطبيب، الطبيب قضى 12 سنة من وقته قبل الجامعة، 7 سنوات تأهيل في الجامعة، 5 سنوات تخصص، 2 سنين تخصص دقيق، 3 سنوات حتى يصل إلى مرحلة استشاري. عندما نقول كلمة استشاري يا أخي لا نتحدث بالماديات، لا نتحدث بالماديات، لكن كما ذكرت أدنى درجات المنطق ما ذكره الدكتور علي بالنسبة لسعر الكشفية لا يتلائم أبدا مع طبيب يعمل على كوكب الأرض. طيب. ممكن يكون مع كوكب آخر. فحقيقة يجب أن نراعي مثل يعني معلش أبو يحيى، الطب لا ينتهي عند الطبيب بمجرد التخرج أو الحصول على شهادة. من وقته، من جهده، من ماله، من وقت أولاده يذهب لحضور مؤتمرات وندوات بل بالعكس المحطة التي يقف عندها أثناءها يعتبر هذا عدم تقدم له. كل هذا يقدر ماديا من الدكتور علي بهذه الطريقة. يا أخي أتمنى لو ما ذكره ماديا أفضل من أن يقدره بهذه الطريقة. جميل. بتسمع رد الدكتور علي الآن على كل هذه النقاط. وأريد المعايير التي طيب. بنى عليها نسبته كأستاذ أكاديمي. جميل. بس نعم. قبل ما أروح للدكتور بس باختصار شديد لأني يعني أريد أن أوازن الوقت بينكم. في نقطة بس أثارتني يوم تقول إن وجهة نظرك الشخصية إنه لا يعالج المريض ولا يدفع ريال واحد لأن المرض قدر من الله. نعم. وقبلها تقول إنه لماذا تمنعون الدكتور أن يسترزق بالحلال؟ يعني كيف تجمع بين لا ممكن تجمع، ممكن تجمع، تتحمل عنه الدولة كافة التكاليف حتى في المستشفيات الخاصة. طبيب نعم، هذه قناعتي الشخصية بطريقة التأمين بأي طريقة كانت. قبل ما نسأل عن المستشفيات الخاصة معلش لنذكر لماذا ذهب المريض للمستشفى الخاص، وهذا حقيقة تفرط فيها حلقات واضحة. بس أثرت هالنقطة حبيت أسأل عنها دكتور علي. يعني سمعت مجموعة الأشياء اللي ذكرها الدكتور سعود ومن أوائلها المعايير، حديثه عن الإنسانية اقتصاصا لكلمة ذكرتها أثناء الحلقة، تعليقك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحييك أخي مفرح وأحيي ضيوفك الكرام، كما أحيي مشاهدي قناة روتانا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يكون عملنا في رضاه، وما نقول إلا الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى أحسن القول وإلى أحسن الأعمال. إذا تسمح لي بعدة نقاط، النقطة الأولى أود أن أوضح هنا أنني لا أمثل أي جهة وإنما أمثل رأيي الشخصي، وهذه أمور تخصني أنا، لست مكلفا من أي جهة معينة، لا من جامعة ولا من كلية الطب ولا صحة، وإنما أدافع عن المهنة الطب الإنسانية
وأنا أكرر كلمة إنسانية. الأمر الآخر بما يخص اللقاء السابق فهو كان لقاء محدود، لقاء معروف أنه عن المغالاة في المستشفيات الخاصة، الأسباب والحلول، ولم نتعرض لا للأطباء السعوديين ولم نتهجم على أحد، وإنما قلنا حقائق عن المستشفيات الخاصة. وذكرت من ضمن الأسباب هو استقطاب المستشفيات الخاصة للأطباء السعوديين من المستشفيات الحكومية، هذا الذي ذكرناه، ولم نتهجم على أحد ولم نسيء لأحد. هذه حقائق يجب أن يتقبلها كل إنسان. وزارة الصحة تعلم الشيء هذا، الشؤون الصحية في كل منطقة تعلم، المرضى يعرفون هذا الشيء، أن الأطباء يخرجون من المستشفيات إلى المستشفيات الخاصة، هذا الذي ذكرنا، ولم نتهجم على أحد ولم نقلل من شأن أحد. أنا طبيب وأنا زي يعني ما أسأت لأحدا أبدا. موضوع النسبة 90% فأنا قلتها وأنا أكرر الآن، أن 90% من الأطباء القادمين سواء من داخل المملكة أو من خارج المملكة 90% يأتون للبحث عن المكاسب المالية. يعني ما في أتوقع أن أي طبيب جاء إلى المستشفى من أجل عيون المرضى، الكل جاء من أجل الكسب المادي. وتركت 10% الحقيقة حتى لا أظلم أحد، لأني أعلم أن في أطباء يعملون خارج دوامهم ويعملون في أوقات إجازاتهم عمل مجاني يسمى عمل تطوعي، حتى لا أظلمهم. 90% يأتون المستشفيات من أجل الكسب المادي. ثم ايش الذي يحدث في المستشفيات الخاصة؟ نتيجة بعض الضغوط ولأن عدم وجود رقابة وعدم وجود أسعار محددة والباب مفتوح للجميع والضغوط التي تحدث من المستشفى، إذا تعاقدت مع الطبيب تقول له لك نسبة، لماذا تعطيه راتب ثم تعطيه نسبة؟ الأمر الثاني أن في عنده تارجت نهاية الشهر يجب أن تدخل المبلغ الفلاني. الأمر الثالث البعض يهدده إذا لم يكون دخلك نهاية الشهر المبلغ الفلاني فربما ينتهي عقدك. هذه كلها عوامل، أنا لا أتكلم عن الضمير، الضمير كل إنسان يراقب ربه، لكني أتكلم عن حقائق. الدكتور سعود وفقه الله يسأل عن 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 من أين استقيت 90%؟ من تجربة عملي، هل في دراسة؟ هل في مراقبة في الملفات حتى أرجع لها وأبين كم النسبة؟ ما في، لكن أنا بحكم عملي كأكاديمي ومربي للأجيال وتتخرج على يدي هذه مئات الأطباء والطبيبات، من حقي ومن واجب علي أن أرشدهم على أن هذه مهنة إنسانية قبل أن تكون مهنة لكسبة المال، كسب المال. هذا عمل إنساني واضح. الطب ليس للمتاجرة، صحة المرضى. لو سمحت لي بس دقيقة الله يوفقك أكمل كلامي. فموضوع النسبة هذه كيف جت 90%؟ هذه من خبرتي أكثر من 20 سنة في مجال الأنف والأذن والحنجرة، وأنا أقول في مجال عملي، وهذا ما ذكرت المرة السابقة قلت لكم في مجال عملي، في مجال تخصصي وعملي مع أطباء أكثر من 20 سنة في المستشفيات الخاصة، الكثير هناك تجاوز في طلب التحاليل وتجاوز في التحاليل وتجاوز في رفع سعر العمليات. و90% هذه أقصد بها إن الذين يأتون إلى المستشفيات للكسب المادي، كلنا كل الأطباء ليأتي المستشفى الخاص يأتي للكسب المال، ولكن هل كسبه بالطريقة الصحيحة أم بغير صحيحة؟ هذا الذي يجب أن نبحثه. وآمل في هذه الحلقة أن نخرج بكلام واحد على أن المستشفيات الخاصة، وأنا أكررها، هناك تجاوزات وهناك رفع أسعار وهناك مخالفات شديدة في المستشفيات الخاصة، في بعض المستشفيات الخاصة رفع للأسعار في العمليات وفي الأشعات وفي التحاليل شيء لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. نأمل منكم جميعا الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويقول كلمة الحق، وأسأل الله أن يرشدنا إلى ما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله. وصل رأيك كاملا دكتور علي، وبسمع تعليق الدكتور سعود عليه. ولكن أستاذ محمد، أنت واحد من الناس، يعني خلني يعني تجاوزا أقول يمكن من أوائل الناس اللي تصدروا لهذا الملف، ويمكن كان في حلقات سابقة في هذا البرنامج مع الدكتور سعود تحدثت عنها، أنت كنت تقول 80 اليوم وصلت إلى 90% النسبة. هل هذه التجاوزات اللي نتحدث عنها اليوم فعلية ولا في مبالغات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أستاذ مفرح، من سنة ونص كنا في هذا المكان، نفس البرنامج صحيح، نفس الاستوديو، تقريبا نفس الضيوف، الدكتور سعود والأستاذ مفرح والفقير العفو ربه محمد الحيد.
تحدثنا عن المشكلة هذه وخاصة من نواحيها اللي فيها جشع مادي. بعد السنة ونص هذه اللي تحدثنا فيها عن صور تعتبر سيئة، للأسف اللي خرج لنا في السنة ونص هذه صور أقبح بكثير مما تعرضنا له في السابق. نعم، يعني الموضوع تطور إلى الأسوأ، تطور إلى الأسوأ بتجربة إلهية. نزلت علينا جائحة كورونا فخرج لنا أطباء اضطرت الحكومة أن تتركهم في منازلهم وتوقف عياداتهم بسبب الجائحة. فماذا فعلوا؟ أنشأوا تطبيقات عن طريق النت، عن طريق الجوال، سؤال يسأله المريض ب200 ريال، السؤال الثاني أيضا ب200 ريال، السؤال الثالث نفس الشيء، عروض، سجل في التطبيق تحصل على إجابة سؤال مجانا، اسأل 3 أسئلة إجابة الرابع مجانا. وأطباء سعوديين للأسف حكوميين. هذا شيء، هذا أنا أعتبره يعني من أسوأ صور الاستغلال المادي. لأنك لما تعطي معلومة وبالهاتف وإجابة، يا أخي حنا في بلد إسلامي قائم على الدين النصيحة، تخيل يا أستاذ مفرح لو تسألني يعني أنت ما ودك يأخذون فلوس، ولا تشوف أن الفلوس اللي يأخذونها كثيرة؟ لا الفلوس كثيرة، والجهد ما هو زي ما ذكر الدكتور، يعني ما بدل ذا لو جهد. بس أنت تشوف أنه من حقه يطلب مبلغ ولا لا؟ من حقه أنه بدام الدولة خلته في بيته أنه يتعامل بتطوعيا، لأنك أصلا مستلم راتب 80,000 ولا 100,000 اللي تأخذها من الدولة مستلمها وانت جالس، وش اللي يمنع أنك تجاوب الناس يعني بدون مقابل؟ هذا واحد. توصل مرتبات لها الرقم 80%؟ طبعا. طيب طبعا الشيء الثاني، ليس هذا فقط، حاربوا 937 البرنامج أو الرقم الذي أنشأته وزارة الصحة للإجابة على أسئلة المواطنين حتى قبل كورونا. لكن لما جت كورونا أنا شفت المكان، أكثر من 30 شاب وشابة سعوديين يستقبلون المكالمات، ويحولونها أيضا أكثر من 20 طبيب حكومي موظف سواء أجنبي ولا سعودي للإجابة على الأسئلة. حاربوها الأطباء هذول اللي في التطبيقات، سخروا منه وقللوا ثقة المواطن السعودي وغير المواطن المقيم في إجابات 937، صاروا يتحكمون فيها. ليش؟ لأنها مجانية، قدمتها الدولة مجانيا، فما يبغونها تغطي على تجارتهم في التطبيقات. الأدهى والأمر، عدد هائل من الحيتان من أسماك القرش يحوم من الأطباء للأسف السعوديين، يحوم حول أي طبيب سعودي شريف يقول الحق، ينصحهم أو ينتقد عملهم. هذه الحيتان القرش تنهش بأسنان حادة، تقطعه إربا وتوزع أشلاءه في جروبات الواتساب. تعتقد أنه هذا وصف في جروبات؟ نعم موفق. في جروبات موجود يا مفرح، بس ما تعليق الدكتور إيه؟ في جروبات الواتساب شنعوا بهم، وفي التويتر بمعرفات مجهولة إيه؟ وأحيانا بناس حقيقيين يسخرون منه. أنا أعتقد من مشاهداتي في تويتر، وليس أنا لم أتصل بالدكتور علي إيه؟ معيض يعني أو بيني بينها أي علاقة، ولكن ما هو أعتقد أنه ضحية جديدة لما شاهدت في تويتر وفي الواتساب من هجوم عليه. هذا ضحية ولكن لن تكون الأخيرة. بأي حق يا أخي؟ هل معنى هذا أن احنا في هالبلد خلاص ما عاد فيه ناصح منصح؟ هذه كلها صور يا أستاذ مفرح جاءت بعد سنة ونص من حلقتنا، وهي في ظني أقبح كثيرا من اللي قلناه. أيضا الأطباء اللي قلت لك أنهم جالسين في بيوتهم لأن الدولة أعزها الله وبحكمة، وأنجح بلد واجه كورونا إلى الآن في العالم بما فيها أمريكا ودول أوروبا كلها، المملكة العربية السعودية العظمى في هذا المجال، حينما أوقفت العيادات في المستشفيات الحكومية ليتفرغ أطباء العناية المركزة وأطباء الطوارئ وأطباء التنفس لمرضى الكورونا، وتركت الأطباء هذول الآخرين في بيوتهم، وش سووا؟ فتحوا عيادات
في المستشفيات الخاصة، يا عمليات تكميم، عمليات قص معدة، عمليات نفخ شفايف، عمليات تجميل في المستشفيات الخاصة اللي المفروض المريض ما يدخل حتى فيها إلا إذا كان من مرضى كورونا. فتحوها ورفعوا الكشفية إلى 1200 ريال، 1200 ريال للطبيب. باقي شيء؟ والزيارات المنزلية 1800. ويعني المستشفيات الخاصة وهؤلاء الأطباء اللي منهم سعوديين حكوميين رفعوا السعر بطريقة غير مقبولة إطلاقا، وتدل على أنهم خذلوا الوطن، خذلوا الوطن في هالجائحة. ومن يخذل وطنه في مثل هذه الجائحة كيف خذلوه؟ إذا كان يعني هم يعني وزارة الصحة وغيرهم قالوا لهم في هذه الفترة خلوكم في بيوتكم. بس وين الخذلان؟ خذلان أنك تروح للمستشفيات الخاصة وترفع الأسعار. يا أخي رح المستشفيات الخاصة وحط سعر رمزي إذا كنت للمضطر أنه يجي للمستشفى، لأنه مقفول العيادات الحكومية. حتى لو يجيك التهاب زائد لازم أو شك. لا بس هذا اتهام خطير إلى حد ما يعني، أو إلى حد كبير. نعم. يعني فكرة خذلان الوطن يعني اتهام كبير. اسمح لي شوف طبعا لك وجهة نظركم، بنسمع ردهم. هم معنا في الاستوديو، أنا ما راح أدافع عن أحد. خلي بقولك يا سيدي، احنا في هذا العصر الشفاف ولله الحمد، ترى لم يعصم ولم يحصن لا كاتب عدل ولا قاضي من الفساد ولا عسكري ولا وزير. يعني هل تقول ان ما عملوه فساد؟ نعم ما أقول، وكنت أقوله من أول. طيب خلني أسمع رأي دكتور حسن وبرجع لك لبقية الأشياء. صبر. دكتور حسن أرحب فيك، ثلاث نقاط ودي أسمع تعليقات عليها منك بشكل مباشر إذا تسمح لي. الدكتور علي بن معيض يقول أنه علينا أن نخرج بكلام موحد أن المستشفيات الخاصة وما يمارس فيها من رفع الأسعار شيء يجب أن يتوقف. محمد الإحيدب يصف أن هنالك مجموعة من الأطباء يصفهم كما يقول بأسماك القرش تنهش في جسد كل طبيب أو صاحب رأي ينتقدهم. الشيء الثالث يصف الأشخاص الذين فتحوا عيادات خاصة أثناء جائحة كورونا أو اشتغلوا فيها أو تطبيقات بالفساد. علق لي على هالثلاث نقاط. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي هو يقول لك رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. أنا الحقيقة إلى حد ما لا أقول كنت ممتع أو مستاء، كنت عاتب على ما سمعته من تسجيل الحلقة مع الدكتور علي، ولكن عندما سمعت أخي وأستاذي الأستاذ المحيدب جيبوا لي علي مرة ثانية يا أخي. حقيقة شوف، أول شيء يعني أنا لن أدخل في تفاصيل حكاية خذلان الوطن أو هذه، لأنه أعتقد هذه مسألة كبيرة جدا غير قابلة للإجابة حقيقة. أنا لا أريد أن أريد أن أقنع نفسي بأني لم أسمعها. هذه أولا. أن نصل إلى نتيجة هذا أمر مطلوب بالطبع، هذا لهذا الغرض نحن هنا، ولكن ليس بالضرورة أن نصل إلى نتيجة موحدة. النقاش هذا جميل جدا، وكنت أتمنى أن أسمعه منذ وقت طويل، وعشان أقول لك إياها بحالة يعني بصراحة كنت أتمنى أن أسمعه بين الأطباء أولا، ولكن ما في أي مشكلة تماما، السلطة الرابعة دائما معنا، وأتمنى أن تكونوا في خدمتنا في هذا الموضوع. أنا شخصيا على فكرة يعني الموضوع ده كله جديد علي، لأنه أنا سمعت كثيرا وقرأت كثيرا، والأستاذ المحل حيدي بالحقيقة قرأت له من قبل ولم أره من قبل حقيقة، ولكن قرأت كتاباته، ولكن حقيقة لم يخطر على بالي أن أرد في الماضي على الإطلاق. لكن الشاعر يقول وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهمدي. عندما تأتي من زميل في المهنة يصبح وقعها في الواقع أكثر. ما سمعته من الزملاء الحقيقة أنا سعيد فيه، لأنه يؤكد أنه جيناتنا كويسة جدا. أنت تعلم نحن الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي كانت تنشئ أسواقا للكلام، وهذا جيد، هذا جيد على فكرة، هذا يدل على قديش نحن فصيحين وعندنا قدرة على الجدل والحديث. الناحية الأخرى، نحن للأسف أحيانا نظهر تعطش إلى التعبيرات القوية، مما يؤدي إلى استخدامها أحيانا بشكل، وأنا أقول ذا الكلام ترى على فكرة ليس من باب العلم. أنا قضيت من حياتي حوالي 35 عاما ما بين فرنسا والإمارات والسعودية قبل أن أستقر في أستراليا ثم أعود، ولكن أنا أكبر سنا ربما من كل الموجودين، وأسمح لدي أن أقول أنه أحيانا تعطشنا للتعبيرات الكبيرة، التعبيرات الكبيرة جذابة زي كاميرات التلفزيون عندكم جذابة جدا، أحيانا نستخدمها
لانها جذابه يعني زي اي شيء اخر جذاب نريد ان نستخدمه. انا اقول لك اياها بمنتهى الصراحه 90% 80% 70% دعنا نتفق على شيء. لو كان ليس الاغلبيه في العالم جيده كالعالم انتهى. ترى العالم الان رغم وجود الحروب والمناطحات والكورونا وكل شيء لا يزال الاغلبيه فيها هي طيبه ولذلك مستمر. لو كانت الاغلبيه 90% لما استمر، لان نعرف ذلك، ما في احد يوصل 70% مضبوط ولا وتستمر الحياه بشكل جيد، فما لك 90%. لم ارى تلك 90% صدقني، قضت 9 سنوات في اوروبا، 3 في الخليج، 6 في السعوديه، 12 سنه مره ثانيه في استراليا، ثم عدت ل5 سنوات اخيره ولم اجد. على فكره وتطوعت في جزر في المحيط الهادي ما بين نيوزيلندا وهاواي لفتره ايضا اسابيع تطوعا، ولم اجد 90% في اي مكان من الناس عليهم الخطا، لانه اذروايز كالعالم انتهى كله، مضبوط ولا لا؟ ثانيا وهذا امر هام. شوف يا عزيزي، نحن كلنا لبنات في الوطن، وانا اؤيد حماس الدكتور علي والاستاذ الحيدر للوطن، الوطن لنا ونحن للوطن، ولكن جميعنا لبنات، اذا طاحت لبنه طاحت اللبنه الاخرى معه، هذا شيء مؤكد. ولا اتوقع على الاطلاق ان المجتمع سيستفيد من المهنيين فيه بشكل جيد اذا لم يجدوا الدعم والنقد الهادف الهادف الذي يهدف الى الاصلاح وليس التهجم عليهم. الكلمات اللي قالها الاستاذ الحيدي الان حقيقه اقول لك اياها بصراحه صعبه جدا تقبلها. يعني ابغى اعرف هل الدكاتره ذولي ابطال الصحه كما سمعنا ولا زال نسمع في ازمه كورونا، ام انهم سمك القرش وخاذلي الوطن؟ هذه على فكره حاجه كبيره جدا جدا، اقول لك اياها بصراحه. ثانيا اذا تركنا الخبره تتحدث، انظر الى ما اخذتك اليه الان. خبرة الأستاذ الدكتور علي أخذته في مستشفيات الخاصة للجنوب على أنه 90% للكسب المادي بعيداً عن الناحية الإنسانية. خبرتي أيضاً قادتك إلى العكس تماماً، أي خبراتنا هي الأصح؟ لهذا أنا متأكد 200%. هذا السؤال اللي نبحث عن إجابة له يا دكتور، يعني أي الرأيين هو صح؟ يعني هل يوجد استغلال مادي في المستشفيات الخاصة في السعودية ولا ما يوجد؟ احنا نبغى إجابة مباشرة لهذا الموضوع. سيدي انا اقولها لك بصراحة لا يوجد. شوف لا يوجد لا يوجد من غير من الخيال ان تظن ان هناك من يقصد اي مكان عمل ولا يقصد اكتساب الرزق فيه، ولكن إذا كان اكتسبه بطريقة مشروعة وبطريقة بالشكل هو مدربا يقوم بها وبطريقة، إذا أنت قدمت الخدمة المطلوبة لهذا المال فليس غير مشروع يا أخي على الإطلاق. ثانيا الأطباء، وعلى فكرة ما أقول لك أنا الآن المقدمة بتوع الأطباء السعوديين وغيرهم، ترى على فكرة حاجة مهمة جدا في أي مجتمع في العالم، من المهم أن يكون هناك قطاع بابليك أو عام جيد وقطاع خاص جيد، ورأينا فائدة القطاع الممتاز خلال أزمة كورونا. أوكي الآن يا سيدي الفاضل، لا يمكن على الإطلاق أن لا يعتبر الطبيب السعودي أو غير طبيب آخر، لا يجب أن ننظر له بالأدوات ولعب في يد مسيري القرار في قطاع خاص او غيره انه يسوي كذا ولا كذا علشان يغش المرضى ويكتب غير رزق، مضبوط ولا لا؟ فانا اقول لك اياها بصراحه، ايا كانت ارائنا مختلفه وجميل ان تختلف ولكن في حاجه مهمه جدا، باختصار اذا سمحت يا دكتور. دعنا نتفق جميعا باننا يعني اقل ما فيها احنا الان ساعه هنا نتحدث، ما كان ممكن نسوي شيء اخرى، لسنا نعمل ذلك من اجل خذلان الوطن، وهذا شيء ننكره جمله وتفصيلا. طيب الاستاذ الحيدب عنده سؤال والدكتور سعود، بس انا مضطر اطلع فاصل وبسمع كل اسئلتكم، هذا وعد. أوكي. معلش ودي الرد لو سمحت. خلاص ابشر، فاصل ومكملين معكم. حياكم الله مجددا في هلا، نتحدث عن وجهات نظر مختلفة من الأطباء حول أسعار المستشفيات الخاصة. ضيوفي في الاستوديو الدكتور سعود الجهني والأستاذ محمد الإحيدب، وعبر الأقمار الصناعية من جدة الدكتور علي الشهري، وعبر السكايب الدكتور حسن القرني. أرحب فيكم جميعا مجددا. أستاذ محمد كنت بتسأل الدكتور حسن سؤال، وشو دكتور حسن؟ بس خلنا أتأكد أن الدكتور معنا، دكتور حسن معنا، لأن السكايب نخاف منه أحيانا. لا 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 معكم جميل. بعد إذنك الأستاذ محمد الحيدي بيسألك سؤال، تفضل أستاذ محمد. تفضل دكتور حسن، سعيدين باستضافتك في البرنامج هذا وفخورين بتخصصك كجراح أورام في مجال النساء والولادة والأرحام
أورام الرحم عموما التليف. أنا بسأل سؤال، ما رأيك في أطباء أورام جراحة أورام يتركون مرضاهم في أورام المعدة والقولون لمواعيد تزيد عن سنة، 6 شهور إلى سنة إلى سنة ونص، وفي نفس الوقت يطلع برا في مستشفيات خاصة يسوي قص معدة أو تكميم أو خلافة؟ السؤال الثاني، كم يستغرق الموعد سواء في عيادة في استراليا في تجربتك أو في فرنسا أو في الإمارات لمريض أورام عشان يستعصل الورم منه؟ كم تعطونه موعد، يعني بالشهر ولا باليوم ولا بال... طيب دكتور تفضل، الإجابة عندك وبأكون شاكر إذا أوجزنا فيها. تفضل. أولا بالنسبة للأطباء، تقول ما رأيي في الأطباء الذي يتركون مرضاهم لمواعيد طويلة؟ أحب أن أخبرك من واقع ليس فقط خبرتي كجراح ولكن من خبرتي كتنفيذي. أنا كنت المدير التنفيذي المشارك في مجلس السعودية الطبية للشؤون الصحية للفترة يعني قبل. من يحدد المواعيد عادة ليس الأطباء، تتحدد المواعيد عادة على حسب الفلو أو العدد المرضى اللي جايين. طبعا للطبيب له دور، ترتب على حسب الموعد المخصص لكل مريض بحيث لا يتضرر من التأخير. لا أعتقد وأقولها لك بمنتهى الصراحة ومن خبرتي في المجال العملي، لم أرى أن في أطباء بالأورام انتظروا هذه الفترة على الإطلاق. أقولها بمنتهى الوضوح، وأنا على استعداد إذا أردت أن نتقابل إن شاء الله تعالى على حسابك كافي في أي مكان، وريني الأرقام ورح نتفق فيها. هذا أول. ثانيا، بالنسبة تتحدث عن الدول الأخرى، أنا أقولها لك على فكرة لست من المطبلين ولكن أقولها بمنتهى الأمان. عندما كنت في استراليا أذكر مرة أنني اتصلت بمريضة أخبرها بأن مريضة التلقت وحنحطها مكانها في العمليات، قالت ذكرني بالعملية لأنها كانت تنتظر 18 شهر عشان يجيها الدور. وأحب أذكر المشاهدين أن هناك مرضى إنجليز يعبرون المانش عشان يعمل عمليات في فرنسا لأنه الـ NHS ما هو واصل الدور في بريطانيا. لا تحدث لدينا مثل هذه، عفوا لا تحدث. أحب أقول لك حاجة مهمة جدا، خلال وجودي في المدينة الطبية والجميع يعرف ومعالي الوزير أيضا يعرف ذلك، الانتظار في العمليات الجراحية ذهب من 180 يوم إلى 41 يوم. لا أزال أملك الكيرف أو الرسم البياني لذلك، ما هو حاصل. أقول لك يا أبوتها الصراحة، وجود في الخاص والعام كان لي مساجلات، إحداها على فكرة مع معالي الوزير نفسه في أكتوبر عام 2016 وعايزك كده في الفيصلية. هذا موضوع ممكن نناقشه في أوقات أخرى، ولكن أنا أؤكد لك وليس دفاعا عن أحد، بل عرفت أصلا بقماءتي وربما شدتي مع زملائي الذي كنت مسؤول عنهم، ولكن أؤكد لك أن ديدانهم دائما هو الحفاظ على المصلحة العامة. أقول لك يا أبو تهل الصراحة، طيب. أنا على استعداد، على فكرة على استعداد أستاذ محمد، أعرف أن الوقت أنا لا يكفي، على استعداد لمقابلتك وقتما تشاء ونتحدث بتفصيل أكثر، ومتأكد أنه حق معك بهذا. طيب ليش تقول أن الكفي على حسابه؟ لا، لأن يعرف أنه رجل كريم. برافو عليك دكتور سعودة، بس معك وانتقل للدكتور علي. تفضل. ممتاز. أول شيء الدكتور علي جزاك الله خير، مع كل الاحترام لتجربتك ولخبرتك ولسنك ولقدرك ولعلمك، تجربتك في خلال 33 سنة عفوا لا تقتضي أبدا أن تحدد نسبة من تلقاء نفسك. هذا أبدا، هذا ليس بمقياس أبد. ما ذكرته يثير، يسبب فجوة في علاقة الطبيب بالمريض. ما ذكرته يفسد العلاقة الطبيب بالمريض، وأنا أقولها وأنا أعني ما أقول. دكتور علي جزاك الله خير، عندما تقول أن نسبة 90 إلى 10، كنت أتمنى أن أعرف الدكتور علي لأي فئة ينتمي، للفئة الهالكة 90 أم للفئة الناجية اللي هي 10؟ لأنه الأمر أخطر من أن تلقى جملة ويكون صداها يدوي هنا وهناك وتفسد العلاقة. هذا سؤال شخصي ترى، معلش معلش استاذ محمد، إذا تسمح لي هذه الإجابة للدكتور علي. معلش استاذ محمد، الكلام بينه معلش، الكلام بينه للدكتور علي، لا أريد أن تجاوبني وإنما يمكن أن تجاوب نفسك. الأمر الآخر، معلش معلش، أمر آخر، أمر آخر. بس إذا تسمح لي بس دكتور، بس دقيقة بس، إثيكال يعني أتكلم أخلاقية، يعني أخلاقيات المهنة، يا دكتور. بس إذا سمحت لي، إذا سمحت لي أدير الحوار هو الآن، إذا سمحت لي بس دكتور، بس ثانية واحدة، بس أعطيك وجهة نظري. وجهة نظرك محل لا يقاطعني أبدا، لا يقاطعني، لا يقاطعني، ندع الإجابة للدكتور علي. ممتاز. إذا اعتذر عنها أو قبل بها وبعطيك مساحتك. عملت بارك الله فيك، وأنت من الناس المشهود لك بالخير، وأنا حقيقة
أستميحك عذرا أن أقول هذا الأمر، شهد لك بالخير في المجال التطوعي في المنطقة الجنوبية، لكن إذا كان هنالك فساد بهذه الضخامة في القطاع الخاص، وأنا لا أدافع عن ليس لي أي مصلحة، أنا أدافع عن علاقة الطبيب بالمريض، لماذا سمحت لنفسك البقاء في هذه البيئة الموبوءة 30 سنة؟ الأمر الآخر نلجأ للدكتور الأستاذ عفوا محمد الحيدب. الأستاذ محمد كأنه يناقض نفسه حقيقة، يناقض طيب نفسه على الملأ. لا لحظة بس صل على النبي، صل على النبي. فضل. برجع لنقاطك مع الدكتور الحيدب عشان يجيب عليه مباشرة، بس خلي أسمع إجابة الدكتور علي ممتاز. بس حتى نوازن الوقت بعد إذنك. ممتاز. دكتور علي، 3 نقاط يوجهها لك. نعم. الدكتور سعود، أولا يقول أن رأيك اللي جالس تقوله يفسد بهذا التعبير علاقة الطبيب بالمريض، وثانيا يسألك أنه هل أنت من 90% ولا 10% إذا قبلت الإجابة، وثالثا إذا كنت ترى كما يقول الدكتور سعود أنه في كل هذا الفساد في منظومة القطاع الخاص الصحي، ما الذي يدعوك إلى الاستمرار فيه؟ تفضل. نعم، شكرا. أسئلة وجيهة. بالنسبة للتسعين في المئة أو العشرة في المئة، أنا ما أحدد نفسي هل أنا من العشرة في المئة أو التسعين في المئة، اللي يحددها ما عملته. أنا لا أدعي الكمال ولا أمدح نفسي، أنا أوضح لك الآن لي حوالي 20 سنة وأنا أدافع عن المرضى، وهناك قضايا لا أريد أن أبحثها الآن، وهناك رفع للجهات المسؤولة بالمخالفات المستشفيات. الأمر الآخر، فأنا لي 17 سنة في العمل الخيري، والحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى تم عمل ما يزيد عن 600 عملية جراحية مجانية، والكشف على أكثر من 6000 مريض في مراكز مختلفة ومستشفيات مختلفة من المنطقة. طبعا هذا العمل خارج الدوام الرسمي في أيام الإجازات نهاية الأسبوع وفي الإجازات الصيفية، فالأمر هذا ما هو جديد علي، ولا كنت أتمنى أن أذكر الشيء هذا حتى يقال أنا من 10% أو من 90%، ونسأل الله يجعلنا من أهل الأجر ومن أهل الثواب، يكون عملنا خالص لرضا وجهه الكريم. وأنا أكدت هنا يا أخي على أن 90% الناس اللي يأتون، إذا أنك تروح أنت مثلا دكتور سعود حفظك الله إلى المستشفى الخاص، أما تذهب للمستشفى الخاص من أجل الكسب المادي؟ يعني ما أحد ينكر الشيء هذا، ولكن المشكلة إحنا نتكلم عن التجاوزات في طلب الفحوصات والإشاعات والعمليات، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني اللي هو إيش يا أخي؟ الجانب الثاني أنه إذا كنت تشوف أنه هذه البيئة ممتلئة ب90% من الناس اللي يستغلون، وش اللي خلاك تجلس 30 سنة معهم؟ هذا سؤال وجيه. أنا أستاذ جامعي وأستاذ أكاديمي، ومن حقي أني أبقى في المستشفيات الخاصة وأدرب طلاب وأساعد في المستشفيات وأساعد المرضى، وأنا أقول أنا أساعد المرضى، أنا لم أتجاوز أي عملية جراحية في جراحة الأنف والأذن والحنجرة عن 6000، ورغم هذا رغم أنه كان يخصم علي في بعض المستشفيات ما أنقص للمرضى. عملية اللحمية أنا أؤكد هنا أعملها ب1800، غيري يعملها في المستشفيات إلى 10000، عملية الوز أعملها إلى 2200، غيري يعملها ب7-8000، عملية الجوب الأنفية تنعمل إلى 15000، لم تتجاوز عندي 7000، عملية تجميل الأنف الذي وصل الآن إلى 30000 ما عملتها بأكثر من 8000، وإذا معها الحاجز الأنفي لا تتجاوز 14000. فأنا وجودي الحمد لله في المستشفيات الخاصة، الهدف ورب اللي يعلم ليس الهدف المادي بحت 100%، نعم في مطلب مادي، ولكن أحاول بقدر استطاعتي على أن يكون الهدف الأول هو خدمة المريض. جميل، وصل رأيك دكتور علي. دكتور سعود، وش اللي بتسأله الأستاذ محمد؟ الأستاذ محمد طبعا يعني قمة التناقض، حقيقة قمة التناقض عندما نقول المملكة نجحت عالميا، المملكة العظمى نجحت عالميا في مواجهة الفيروس، ولكن خذلها الأطباء. معلش تسمح لي أكمل كلامي، خذلها الأطباء، وكأنه يتحدث أيضا عن مملكة أخرى غير المملكة العربية السعودية. معلش دقيقة. أطباء كورونا، ليش تقاطعني أرجوك؟ لا تقاطعني، عشان أصحح لك. لا تقاطعني أرجوك، قلت أطباء العناية المركزة والإسعاف والتنفس قاموا بدورهم، لكن اللي تكلم عنهم حقين المسالك البولية وحقين التكميم دكتور محمد الإحيادي، معلش خذلوه، خلي يكمل سؤاله واسمع إجابته، بس يكمل سؤاله. يتكلم عن الخذلان، وكأنه يتكلم عن من قاد الجيش الأبيض لمواجهة العدو الغير مرئي
أطباء وممارسين صحيين من كوكب آخر غير كوكب الأرض وغير عندما نأتي في لحظة نجد أن الحرب يدافع فيها الجنود والأبطال الأشاوس ضد هذا الفيروس ونجد أن القيادة الحكيمة تثني على عمل الممارسين الصحيين أعظم منبر على وجه الأرض منبر الحرمين يثني على هذا العمل وهذا ليس فضل منهم هذا واجب نجد هناك كتابات مسمومة موجودة تقتات على ظهور الطب والأطباء وتنفث وتبت سمومها على الملأ هذا على المرأة يا أخي معلش أخي هل من ضمن المسمومة رأي الأستاذ محمد؟ أنا لا أحدد أشخاص أنا أعمم لا أحدد أشخاص طيب. أنا لا أحدد أشخاص معلش أخ, أخ, أخ أبو يحيى إذا تكرم لي القضية لم تعد قضية هجوم أو دفاع القضية معلش من ينكر جهود الممارسين الصحيين لمواجهة هذا العدو طيب واحد من أنكر جهوده الله أكبر يعني عندما نجي ونقول خذلها الأطباء هذا ماذا يعني معلش هو حد النوعية لكن خو بيجاوب ممتاز. كأننا أثناء الحرب نترك الانتصار ومواجهة العدو ومن يسقط شهيد في هذه الحرب وننظر ونقول لماذا هذا الغبار الذي يثار من هذه الحرب لماذا يا أخي الكريم نحن أعظم من أن ينظر لمهنة الطب بهذه الطريقة معلش والله لازم أقولها هذا أنه معلش أنا لا أسأل عفوا ما أقصد الشخص أنا أتكلم بصفة عامة هنالك من يقتات على ظهر الأطباء وعلى ظهر الطب للأسف هذه مهنة شريفة يا أخي الكريم عندما تذكر معلومة من حق ليس الطبيب ولا من حق المواطن المريض أن لا تفسد علاقته بالطبيب بسبب هذه المعلومة المغلوطة معلش أطباء عملوا متطوعين إذا تسمح لي بس دقيقة واحدة معلش إذا تسمح لي أطباء عملوا متطوعين بدون أي مقابل داخل المملكة وخارجها سبحان الله صرحت كثير من الوسائل الإعلامية أطباء يعملون في ألمانيا أثناء الجائحة ويتطوعون في فرنسا ويتطوعون خارج عن بلدهم أطباء بس لو جو شافوا أساتذتهم هنا مين يا دكتور مين اللي أنكر جهودهم مين قول فلان قول المقال الفلاني الصحيفة القناة مقالات كثيرة جدا مقالات كثيرة جدا عطني نموذج لأنه احنا ما راح نرضى على الأطباء الذين تطوعوا وكانوا حائط صد أول في مواجهة كورونا نرضى بكلمة الخذلان أن يسألهم طيب خلي يوضح لك ماذا قصد أعظم أطباء أثبتوا مواجهتهم لهذا العدو والدفاع عن وطنهم الأطباء السعوديين بشهادة الدول المتقدمة في الخارطة الطبية ويأتي من بني جلدتنا من يقول خذلوهم يا أخي طيب أستاذ محمد بس بقول لك شيء خلونا نكون واضحين إحنا الآن أمام المشاهدين والمشاهدات هل تقول الآن على الملأ أن الأطباء السعوديين اللي واجهوا كورونا خذلوا الوطن لا طبعا بالعكس طيب وضح عملنا لهم أولا الدكتور دائما سواء مع الكتاب ولا مع الدكتور علي معيض يقول أنكم تشوهون سمعة الأطباء وتعملون فارق بين الطبيب والمريض يا أخي اللي شوه سمعة الأطباء هم الأطباء الفاسدين ليش ما تقول كذا يعني ليش تحمل النقاد أنهم يخلقون فجوة بين المريض والطبيب المريض الفاسد المخطئ المبالغ في الأسعار الذي يترك مستشفى الحكومي ويروح يعمل في الخاص هو من يشوه العلاقة بين المريض والطبيب هذا أول ثاني شيء يقول بأن المسجد الحرم النبوي أيضا الحرم النبوي الشريف خطبته الأخيرة كانت عن الأطباء اللي تكلم عنهم الدكتور علي وقال بالنص الواحد إن الأطباء الذين يقتاتون بالربح الخاسر من المرضى برفع الأسعار عليهم هذه خطبة فلا تقول لي ده الشيء الثاني كان يقول وهذا للأسف ديدن الأطباء يعني أنه هناك من يقتات على الأطباء لا يا حبيبي ليش ما أقول أنا بعد أن أطباء العيون ولا أقصد كنت يقتاتون على أطباء الطوارئ اللي فعلا أنا قلتها في أكثر من محفل عندك هنا يا أستاذ مفرح معلش اشرح أطباء الفوائد اشرح حتى نكون فاهمين طيب. كيف أطباء العيون يقتاتون أنا أقول لك أنا أقول لك كيف خلي الجملة غير مفيدة طيب تفضل أنا قلتها أكثر من محفل هنا وفي المقالات أطباء الطوارئ ولا فيهم واحد يطلع برا لأنه أصلا دوره أنه يجلس في الطوارئ ما يقدر يروح يأخذ كافي أطباء العناية المركزة نفس الشيء
أطباء يعني الحالات الطارئة اللي نفس الشيء، هذول هم اللي بقوا في كورونا. الباقيين الثانيين اللي جالسين في بيوتهم اللي أنا أقصدهم، هل قدروا يشتغلوا اللي تكميم ونفخ شفايف ونفخ مدش عارف إيش؟ وهذا اللي إحنا نقوله. فما يجي يقول لي أنت إيش مصدر معلومات؟ نجي للجواب حق طبيب العيون، كيف يقتات على طبيب الطوارئ؟ بس باختصار إيه؟ إني لازم أطلع فاصل. إيه؟ أطباء الطوارئ ناس ملتزمين ويعانون على فكرة، وهم الأقل إنكم أو ماخذ، بينما الأطباء الآخرين اللي كانوا مرتاحين. يعني طبيب عيون في أزمة كورونا بيعش عنده بالله، إلا أنه يروح للعيادات الخاصة المستشفيات الخاصة ويفتح عيادات غير شرعية ويستقبل مرضى ويأخذ منهم. أنت تتكلم على كثير ولا قليل ولا بعض ولا إيش؟ أنا أتكلم عن كل الأطباء في التخصصات اللي لا علاقة لها بالكورونا، فتحوا عياداتهم في المستشفيات الخاصة المعروفة ومعلنة ومعلنين في تويتر. هذول اللي يشملهم حديثة واضح. وأيضا كل الدكتور يعرف التبجح هذا الفساد. شوف كل فساد، الاختلاس فساد، لكنه يأخذ مال من المال العام ويخسرنا شوي، لكن هذول فسادهم اختلاس مال واختلاس صحة مريض واختلاس موعد مريض واختلاس حق مريض في العيش، قد يموت من خطأ طبي. وأيضا يجاهرون به، ما قد شفت فاسد يجاهر بالفساد إلا الطبيب في تويتر يطلع يقول أنا أشتغل أنا رئيس القسم الفلاني في مستشفى فلان العام، ها، وفي نفس الوقت مستشفى عسير العام رئيس قسم يعلن أنه يشتغل في ثلاث عيادات خاصة في تويتر. يعني وش أتوقع من اللي بيجوا من فرنسا؟ أنا الطبيب يقول، الدكتور يقول، الأطباء اللي تطوعوا في فرنسا على عيني وراسي وشباب نفخر بهم، هذولي أنا أتمنى أنهم يرجعون الآن. لو رجعوا وشافوا الاستشاريين اللي موجودين هنا كيف يزوغون يروحون، والله ينقلبون. أو وصلت الإجابة. نعم. يعني بشكل وافي. لا زالوا طلاب قدوتهم الحسنة هنا سيئة. أنا أستاذنكم دكاترتنا الكرام ومشاهدينا الأكرم أنه نأخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا، واشتقنا نسمع رأي الدكتور حسن القرني بعد الفاصل. حياكم الله مجددا في أهل الحديث عن المستشفيات الخاصة وأسعارها. أذكركم بضيوفي الأستاذ محمد الحيدب، الدكتور سعود الجهني، ومن جدة الدكتور علي بن معيض الشهري، وعبر السكايب الدكتور حسن القرني. وأبدأ معك دكتور حسن. دكتور، يعني سمعت اللي دار في الحوار، ما زال الدكتور علي بن معيض يصر على أن هناك نسبة عالية من الأطباء في المستشفيات الخاصة يكسبون ماديا بطريقة غير مشروعة من خلال يعني فرض تحاليل وإجراءات طبية أكثر من اللازم. أضف إليها أن الأستاذ محمد الحيدب يعني يرى أنه خلال سنة ونصف هذه النسبة تضاعفت ولم تقل. كيف نحسم هذا الموضوع ونوصل إلى رأي واضح فيه من وجهة نظرك؟ الحسم النهائي طبعا يأتي بعد ما نفحص جميع الأدلة والتفاصيل، ولكن ليس لدينا وقت فيها الآن. دعني ألخص ثلاث نقاط هامة جدا. أولها أنا عرفت القطاع الخاص من ناحيتين، من صناعة القرار ومقدم الخدمة. ولم أرى أنه خلال فترة صناعتي للقرار استطعت التلاعب بالأطباء لعمل ما لا يجب عمله، لأنه حياتهم أو عملهم في خطر. هذا أولا. ولم أرى أيضا عندما تفرغت بالكامل لتقديم الخدمة الخاصة أنه كان هناك أي محاولة لاستخدامي كأداء للتلاعب في هذا المجال. هذا أولا. ثانيا ليس هناك أي إنسان، قالها الأستاذ محمد قبل شوي، ما في أحد معصوم ولا واحد فوق النقد، ولا أعتقد على الإطلاق أن هناك مهنة على وجه الأرض كل اللي فيها ناس شرفاء وأمينين، ولكن الأغلبية العظمى جيدة. وهناك أيضا التعميم دائما صعب جدا. أحب أقول إن فكرة الموضوع هذا وشي البرنامج ده أعجبتني كثيراً في النقاش، تفاصيلها أزعجتني، لأنه طبعاً يعني نفتح مواضيع وبشكل عام ولا نستطيع تدعيمها بالأدلة، وأرجو ألا يأخذ الانطباع الخاطئ عنها. النقطة الأخيرة اللي أبغى أقولها أنا إنه دائماً هناك تكاليف قد لا يعلمها من لم يعمل في القطاع الخاص، أوكي؟ ولذلك يبان أنها كثيرة جدا. شوف أقول لك إياها، الغذاء أكثر أهمية من الدواء. هناك دواء تستطيع العيش بغيره، ولكن ليس هناك من يستطيع العيش بلا طعام. توافقني أو لا توافق؟ الآن أنت لو بغيت تأخذ مقادير بسيطة جدا وتطبخ في بيتكم يتكلفك 30 ريال، لو رحت المطعم يدفعك 300 ريال. طيب.
فهناك أشياء أخرى لا نعرفها وليس وقتها لأنه ما في عندنا وقت الآن. طيب. ولكن أقول عامة أن الغالبية العظمى فيها الخير ولا لما استمرت الحياة أصلاً. طيب جميل. أما بالنسبة للبرنامج يعني أتحدث عن يا هلا، فلو كانت هنالك أي أدلة لدى أي أحد من الضيوف حب أنه يقدمها دعماً لرأيه أو وجهة نظره فلا مانع من إظهارها على الإطلاق، أهلاً بكم وبكل أدلتكم. بس بسألك دكتور قبل ما أروح للدكتور علي بن معيض وجاوبني في جملة واحدة، كم مدة خبرتك في مجال الطب؟ كم سنة؟ 38 سنة. جميل دكتور علي، ليش أنا سألت هذا السؤال؟ الآن أمامنا دكتور قضى 38 سنة في الطب، وأمامي دكتور قضى 30 سنة في الطب، أحدهم يقول أنه من واقع خبرتي 30 سنة أرى أن 90% يمارسون الكسب غير المشروع، وأحدهم يقول أنه أنا 38 سنة ولا يوجد كسب غير مشروع بهذا المستوى الواسع، كيف نصل إلى رأي واضح لا يشتت المشاهد؟ الكلام واضح من البداية، أنا قلت أن 90% من الناس ومن الأطباء الذين يتجهون إلى المستشفيات الخاصة هو الهدف الكسب المادي، الكسب المادي، والعوامل التي حولها هي التي شجعت على مطالبة بالتحاليل أو إشاعات أو رفع أسعار العمليات من أجل الوصول إلى الكسب المادي. أنا أقول 90% يأتون المستشفيات من أجل الكسب المادي، ما تمتحت قلت أن أحد فاسد أو أن أحد ما عنده ضمير. الأمر الآخر الذي أود أن نختم به الكلام إذا كان انتهى البرنامج، أن أؤكد على أنه يجب وضع حد عاجل من جهة وزارة الصحة، لحظة دكتور، تسعيرة محددة، لحظة دكتور عشان تكون في الصورة، ترى لسه معنا فاصل وبعد الفاصل سيمتد البرنامج، إذا حبيت تختم ببعض الكلام الآن قول، بس أنبهك لأنه ما زال البرنامج. آسف ممتاز آسف أنا كنت أظن أن أنتهى البرنامج. لا طيب خلاص، إذا بعد الفاصل بأخذ هذه التختيمة منك إذا تسمح لي، واستأذنكم جميعا أن نستمر فاصل الأخير ومكملين. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أذكركم بضيوفي، الأستاذ كاتب الرأي والناقد المعروف الأستاذ محمد الحيدب، الدكتور سعود الجهني وهو استشاري طب وجراحة العيون، الدكتور علي الشهري ينضم إلي من جدة وهو استشاري وأستاذ جراحة أنف وأذن وحنجرة، والدكتور حسن القرن استشاري جراحة أورام النساء. أرحب فيكم مجددا، يعني هذا الجزء الأخير سأعطي مجال لكل ضيف من ضيوفي أن يختم رأيه ووجهة نظره في هذه الحلقة بما يشاء. أستاذ محمد الحيدب تفضل. أنا بختم بحقيقة باللقاء جمعني هاتفيا مع شخص رفيع المستوى له علاقة بهذا الملف بالصحة. ليس من وزارة الصحة ليس من وزارة الصحة، وكان ذكي جدا يعني، طبعا هو شاف كتاباتي على الموضوع مداخلاتي فسألني، قال لي يا أخي محمد أسئلة وجيهة، قال لي يعني هل تبغان المراقبين يدخلون مستشفيات كبيرة ومتسعة يعني المستشفيات الحكومية يبحث عن طبيب؟ طيب إذا قال لي إنه والله الطبيب في الأشعة ولا راح المختبر ولا راح المكتبة، قلت لا 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 الله يهينك، لا تروح مراقبينك المستشفيات الحكومية ولا شيء، تعال لأقصر الطرق، روح للمستشفيات الخاصة ساعة 10-11-12 الظهر إلين وقت نهاية الدوام، وبتلاقي لوحات أطباء سعوديين وبتلاقي الطبيب السعودي موجود، قل لهم هذا الطبيب شغال في الدائرة الحكومية الفلانية في القطاع الحكومي الفلاني، وش جابه عندكم؟ ليش جايبينه؟ ليس مسجل لديكم، وانت يا طبيب المفروض انك في المستشفى الفلاني الحكومي، وش جايبك عند هذولي؟ غرم المستشفى الخاص غرامة مليونية وغرم الطبيب السعودي وانذره وينتهي الموضوع. قال لي طيب الا تخاف يا اخ محمد انه كهذا يسبب هجرة للاطباء من المستشفيات الخاصة للمستشفيات من المستشفيات الحكومية الخاصة؟ قلت حط في بطنك بطيخ صيفي، لن يحدث هذا. اولا لان الدولة تدفع لهم من 80 إلى 100 ألف، ما راح يدفع القطاع الخاص، هذا شيء غير التميز، وما التميز يجمع له بدلات. الشيء الثاني لو دفع القطاع الخاص لطبيب متميز مثلا في جراحة الركبة حق الرياضة اختصار إذا سمح لو دفع له الطبيب ما راح يقبل، لأنه بعصر عصر بيخليه يداوم من 8 إلى 8 وما يقدر يروح لأي مستشفى ثاني، فبالتالي لن يقبل الطبيب لأنه متعود يأخذ 80 ألف 100 ألف ويروح لأكثر من 4 مستشفيات. هذه ثانيا يبغى الأمن
الوظيفي في المستشفيات الحكومية ويبغاها السلم الثابت في المستشفى الخاص ما فيه سلم ثابت. نعم. وبعدين الأمن الوظيفي يمكن لو أخطأ خطأين في المستشفى الخاص وشوه سمعتهم كرشوه، بينما الحكومة وسعة صدر ومستمر فيها. الشيء الثالث والمهم والأخير. يا أخي إيه؟ والأخير، وقت المريض مسلوب، وقت تعليم الطبيب. الدكتور تحدث عن مدة دراسة الطبيب، مدة دراسة الطبيب ذي مدفوعة من الحكومة، هي 7 سنوات طبعا، 12 هذه كلنا مدارسينها ابتدائي ومتوسط وثانوي، لكن 7 سنوات وما بعدها 5 سنوات والريزيدنسي كلها أشياء مدفوعة، يأخذها القطاع الخاص باردا بردا. ليش يا أخي؟ سن قانون نعم. للاستعانة استعارة مؤقتة للطبيب الحكومي في المستشفى الخاص بقيمة معروفة تدفع لوزارة المالية بدل تعليمه، ويدفع أيضا يكون معروف دوامه متى، ويسجل في أبشر وفي النفاذ الوطني إن هذا الطبيب شغال في هذا المستشفى الخاص من وقت كذا إلى وقت كذا، ولا يشتغل في غيره، والمستشفى الخاص ما يأخذ كل الأطباء، يأخذ عدد محدد فقط عشان ما يستحوذ على مستشفى واحد على كل الأطباء. وعلى فكرة بطالة الأطباء السعوديين اللي عندنا الآن سببها أنه قدام الأطباء قاعدين في الحكومي ويشتغلون في الخاص. طيب وصلت الوظيفة. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في يا هلا. أبسمع رأي الدكتور حسن القرني وبعده بسمع رأيك دكتور سعود. تفضل دكتور حسن أوكي. أختم بما تشاء. أوكي، 3 نقاط كل 21 ثانية بالكثير. أولا هناك ما يجب أن أو يجلب السعادة الحقيقة والغبطة الوطن، في 573 سيدة من أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم من بنات الجوف ممن لم يحتجن الخروج من الجوف في 3 سنوات الماضية، وأجريت لهم العمليات الجراحية للأورام والمناظير في الجوف، وهذا الشيء في حد ذاته يفرح، يبين في الوطن في أشياء كثير جدا إن شاء الله تعالى نستحق أن نحتفل بها. هذا أولا. ثانيا ما قاله الأستاذ محمد الآن أتمنى أن يكون صحيحا، وهذه هي في الواقع معادلتي لخلق نظام طبي جيد، أن نجد الطبيب السعودي الساعة 10 صباحا في الخاص، وأقول لك ليش، لو التقيت معه راح أشرح له معادلتي ومتأكد إن شاء الله تعالى أنه راح يدخله في الديانة هذه. الجزء الثالث أشكركم جميعا، واختلافنا في الرأي لا يجعلنا أعداء، إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيحة وأظهروا الحسنة. شكرا جزيلا لك دكتور حسن، خرجنا منك بيتين شعر من التراث العربي في هذه الحلقة، شكرا لك. تفضل دكتور. طبعا يعني احنا نتكلم عن دائما ما هي العلاقة بين المريض والطبيب، ونتكلم عن التجاوزات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. يا أخي إذا كان عندي أنا جهة نظمت هذه العلاقة وجهة حكومية نظمتها، يفترض أن أستند إليها في المخالفات وفي الإحصائيات وفي غيرها. إذن لماذا هذا الهراء؟ أحيانا لما نجي ونتكلم عن نسب أو غيرها، إذا هنالك جهات نظمت هذا الأمر وهي كفيلة بأن تطلق مثل هذه النسب، لماذا نتكفل نحن بإثارة وبتشويه العلاقة بين الطبيب والمريض؟ عندما نقول التطوع في المجال الطبي، تعلم يا أخي مفرح والله وقفت عليها بنفسي، في القطاع الحكومي يداوم ساعات أكثر من الساعات المطلوبة منه، واحد. في القطاع الخاص يدفع التكاليف كاملة، وأقولها والله يشهد، يدفعها كاملة عن المريض الغير مقتدر، أيضا يقوم بتحويله من القطاع الخاص نعم. إلى الحكومي ويتولى هذا الأمر. قام أطباء عدد كبير ملايين من العمليات الجراحية في جمعية البصر بحكم تخصصي كطبيب عيون بإجراء عمليات خارج المملكة تطوعيا. أخيرا. يا أخي عفوا أخيرا. أخيرا أخيرا ما الفساد الذي ذكروه بعض الكتاب، ولا أقول إعلاميين، هم لا ينتمون إلى الإعلام، هم كتبة فقط أو متفوهين فقط، عندما يقولون عن فساد في الطب، والله فساد أقلامهم أشد فتكا في المجتمع من فساد بعض الأطباء وليس الكثرة. الدكتور نعم. سعود الجهني شكرا جزيلا لك. الدكتور علي بن معيض أختم بما تشاء. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن نختم بمختصر مفيد إن شاء الله. الأمر الأول أن هناك تكاليف غالية جدا، تكاليف الكشوفات والخدمات الطبية غالية جدا ومبالغ فيها، أنا أؤكد على هذه مرة أخرى، وهناك استغلال واضح لحاجة وضعف المريض، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على وزارة الصحة يجب عليها أن تضع تسعيرة موحدة ومعروفة ومحددة بحد أعلى وحد أدنى في الكشوفات وفي جميع الخدمات.
النقطة الثالثة، لا يكفي أن نضع تسعيرة من دون مراقبة ومتابعة، لا بد من المراقبة والمتابعة من لجان مختصة في جميع المجالات. الأمر الرابع، نتمنى أن يتم تفعيل التأمين الصحي لكل مواطن، هذا أمر مهم جدا. الأمر الخامس، مكافحة الفساد هو أمر ومطلب من كل مواطن، وما يحدث في المستشفيات الخاصة من استغلال للمرضى والتكاليف الباهظة، أنا أعتبره شخصيا وفي رأيي الشخصي أنه من أكبر أنواع الفساد. يجب علينا أن نتضامن، وإحنا أسرة واحدة وجسم واحد، وعلينا واجب جميعا المحافظة على المرضى ومساعدتهم والعمل الإنساني فوق العمل المادي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدكتور علي بن معيض، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل ضيوفي، كل ما طرحوا في هذه الحلقة وجهات نظر تخصهم، تقبل الاتفاق كما تقبل الاختلاف، أنا معتز بهذا الرقي في الحوار الذي قدموه. أشوفكم بكرة، فمان الله.